كما كتعلموا بعجالة بالحصيلة اللي تم من 2009 لليوم، كما كتعرفوا كانت الوزارة بطبيعة الحال من خلال التمثيليات المجالية ديالها كانت تم الجرد ديال 42 حرفة ديال الصناعة التقليدية كانت مهددة بالانقراض، وتم الجرد توثيق والعمل على 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 وضع خطة لصون 32 حرفة اللي هي حاليا تم توثيق ديالها واللي هي كتوجدها اليوم على ذاك الموقع ديال المعلم اللي هو سميتو السيبور نيميريك ديال هذه العملية. كذلك تم تنظيم ساعات ديال اللقاءات من خلالها تم تكريم الصناع اللي شاركوا معنا في هذا المجال من خلال بصفة تلقائية وساهموا معنا في التوثيق وفي التوصيف ديال الحرف اللي كانت مهدده بالانقراض، واللي الحمد لله اليوم حنا كنتوفروا على الدعائم البيداغوجيه باش يمكننا نلقنوها للاجيال القادمه. الهدف دائما هو اننا نحاولوا من خلال هذا التوثيق هو نوضعوا واحد البرامج وواحد المناهج باش يمكن حنا او اللي بغى يجي بعد منا ان شاء الله باش يوصل هذا الشيء. هذا الحرف حرف الانقراض هي حرف اللي كتضمن واحد الشغل، كتضمن واحد الاستمراريه ديال هذا القطاع وديال الصناعه التقليديه، ومن خلالها كنحاولوا نعطيو واحد الصوره على الرصيد الثقافي ديالنا اللي اليوم الامم كلها كتحاول تحافظ على الرصيد الثقافي ديالها، اللي خاصه ناشي ديال حرف الصناعه التقليديه كتعتبر مكون من هذا المجال اللي هو مهدد من طرف بالنسبه لبعض العوامل، سواء من هذه العوامل اللي هي مرتبطه بهذه المساله ديال العولمه، لان العولمه اليوم كتغزو وكتجي كل واحد كيحاول يحافظ على ما هو لا هو ما لا من الرصيد الثقافي كيخصو يبقى يتميز به على باقي الدول، باش كنعرفوا كيفاش ان المغرب اليوم الحمد لله عنده ما يميز من الجليش التقليدي، من اللباس، من الزي، من العادات ديال الناس، سواء في الافراح او المناسبات الدينيه اللي كتنظم كنشوفوا الاهتمام بهذا المجال. كذلك كاين المساله ديال المواد الاوليه اللي كاين لها تاثر، كاين مساله اخرى ديال الترويج وديال التسويق باخر كتوجدوا الاسواق، كاين المساله ديال التكوين، لان التكوين ما كيكونش بصفه منظمه ونظاميه باش يمكن تستمر هذه الحرف في التواجد ديالها. إذا كذلك قمنا بواحد العمل اللي هو كذلك كتعرفوا هو 16 حرفة اللي كانت تم التحديد ديالها مهددة بالانقراض جراء هاد التغييرات المناخية، واللي تم التقديم ديالها في كوب 22 كوب 23 كوب 24، وكانت صدى طيب، وكان هناك وثائق دابا حاليا موجودة سواء على مستوى الوزارة ولا على مستوى اليونسكو في باريس حاطينهم في الرفوف ديالهم، وعندنا واحد التصور يعني تجي الفرصة إن شاء الله دوك واحد بعض البرامج اللي تحددوا باش نقوموا بالترويج لها وبالتنمية ديالها. اليوم اللي حنا كنا كنشتغلوا دائما على الحرف وعلى المشكل ديال التوصيف ديالها والتوثيق ديالها، وكذلك تشتغلوا على الابتكار اللي كيتعلق بهذه الحرف على في الافق ديال طبيعه الحال التوثيق ديالها وباش نوصلوها للاسم ديال اليوم كنهتموا خلال هذه المنظومه ديال الكنوز الانسانيه الحيه بالحرف، وكذلك بالانسان يعني بالصانع التقليدي اللي كيمارس هذه الحرف، يعني ما بغيناش نبقاو نرصدوا الحرف ولكن نشوفوا حتى دوك الصناع التقليديين اللي كيشتغلوا في هاد المساله ونوضع لهم واحد البرنامج. الاولا نعترفوا بهم ككنوز انسانيه حيه من خلالكم بطبيعه الحال، نتعرفوا على الحرف ونتعرفوا عليهم، وكذلك باش نوصلوا لهم باش نعطيهم الصفه الاعتباريه اللي خصها تكون تعطى لهم في هاد المجال. طبعا دائما مصاحبه اليونسكو لان هناك اتفاقيات موقعه بيننا وبينهم بين الوزاره وبين اليونسكو، وكاين هناك انخراط ديال الوزاره هذه المرحله. هذه المساله ديال الكنوز الانسانيه الحيه اللي غتتم على اربعه المراحل. المرحله الاولى اللي كنت شاركتوا فيها اللي هي تنميه القدرات ديال الاطر ديالنا وديال الغرف ولا ديال بعض المنظمات اللي كتهتم بهذا الشيء في المجال ديال هاد التراث الثقافي اللامادي المرتبط بالصناعه التقليديه خاصه. يعني حنا قمنا بهذا العمل باش الناس يعرفوا بعدا شنو هو هذه الاتفاقيه ديال 2003، وكان هناك ورشات ديال 4 ايام اللي كانت حتى 5 ايام اللي كنا كنظموهم على مستوى بعض الجهات واللي تم من خلالها النقاش والتطرق لهذا. وكان هناك احنا اليوم مجتمعين عليه هو العمليه ديال الجرد ديال الحرف المهدده بالانقراض، ومن طبيعه الحال ما كيعرف قال لك اهل مكه اهل بشعابها، انتم اللي عارفين هذه الحرف المهدده بالانقراض، كتلقاو مع الناس كتعرفوا الجمعيات كتعرفوا الغرف كتعرفوا اكسترا. اذا حنا
باش نعرفوا هذه الحرف اللي هي متقبل والحاملين ديال هاد ديال الطرق اللي هما اللي كنعرفوا اليوم متقبل. ثم ان شاء الله كنتاملوا يعني في خير هذه السنه في اخر ديال السنه نوصلوا باش نعطيو هذيك الصفه ديال هاد الناس اللي كانوا انسانيه حيه. هناك تجربه كما كتعرفوا اللي يمكن سمعتوا عليها بالنسبه للناس ديال فاس راه عارفينها اللي هي ديك الاتفاقيه اللي كانت اللي دارت معاه بالنسبه للبروكار السيد الرئيس والسيد المدير الجهوي عارفين بها هما اللي وقفوا عليها هما اللي عارفين مع السيده سناء. اذا كانت هذه تجربه اوليه يعني باش يشجعوا لك الصانع باش يتقن باش يشجعوا لك الوليدات تاعهم باش يجيو يتكونوا. كان هناك منحه وكاين هناك تعاقد وكاين هناك واحد الاطار اللي هو محفز لهذا المجال ديال 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 المحاور غنستمروا فيه. هذا هو كان غير نموذج قمنا به باش نشوفوا كيفاش التفاعل ديال الناس معاه وكيفاش يكون الحمد لله كاين نتائج لا بد من هناك المسائل اللي هي ما كت خاطر ما كتعجب وكاين المسائل اللي كتكون مزيانه لا بد من ما كاينش دائما كل شيء مزيان. اذا حنا من خلال هذا سميتو كاين واحد المساله اللي هي ان هذا الموسيون ديال الثقافي ما كاينش عنده واحد الوصفه جاهزه كيفاش غادي كل واحد. حنا ممكن كقطاع نحددوا كيفاش غادي نقوموا بهاد المساله ديال هاد المحافظه على الصناع ورد لهم الاعتبار نهتموا بهم ونشجعوهم باش يبقاو يمارسوا الحرف ويلقنوهم ويطوروهم ويكون واحد الخلق والابداع في هاد المساله هادي. بالنسبه لهذا الشيء ديال الخلق والابداع هو في الحقيقه يمكن نتصوروا ليه لا ديماش كرياتيف كنا درناها في واحد الوقت مع الام سي سي وكنا نعاودوا كنحاولوا نجدوها مع السي بو جعفر في واحد المجال ديال كذلك. هناك عمل اللي هو في الحقيقه كان سميتو ولكن كان بواحد الحجم صغير ولكن يمكن نكبروه ان شاء الله نطوروه وكاين استعدادات. اللي هو بغيت نوصل له هو ان هذه المساله ديال السونتر الثقافي اللامادي وهذه المساله هي مساله ما يمكنش تبقى في الوزاره بوحدها لا بد من نزلوها باش ان شاء الله مع الغرف هما اللي والجهات هما اللي بقاو يقوموا بهذه العمليه هذه وهما اللي يمكن لهم يختاروا الصناع وهما اللي يمكن لهم يحفزوهم. وحنا هذا الشيء علاش غادي نطمحوا كاين نتائج ايجابيه دارت ونجحات معهم. واذا علاش لا ما نستمروا في هذه المساله. اذا باسمكم كنشكركم على واخا كنت اسمحوا لي انا طولت شويه وغادي نعطي سمحت الكلمه للسي عبد الملك الجهه ومن بعد شكرا.